Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and hello everybody. This is Dr. Muhammad Khalil Musa speaking. And today actually I really need to give you a kind of a wrap up of what happened and مقدمة سريعة جدا جدا الكورس بتاعنا والكورسات بتاعتنا عبارة عن ايه. يمكن بس بفكركم بحاجة مهمة جدا جدا ان احنا صفحتنا الرئيسية اسمها IELTS Expert اللي موجودة في الشاشة قدامكم ديت. الصفحة ديت هي الصفحة الرسمية بتاعتنا اللي احنا بننزل عليها احدث الاخبار واحدث الاسئلة كمان ان شاء الله باذن الله. However, it's very important, من المهم جدا تعرفوا ان الفترة الجاية الحمد لله احنا استطعنا يعني ان احنا نجهز نفسنا لكورسات جديدة. احنا عندنا دلوقتي الكورس الايلتس بوت كامب اللي ان شاء الله باذن الله بيبقى كل 3 شهور 3 مرات في السنة بس بدي كورس الايلتس وده حوالي 35 ساعة فيها كورسات فيس تو فيس وفي اونلاين وفي الاثنين مع بعض. ما تنسوش ان احنا عندنا كورسات مع الدكتورة اسماء محمد ابراهيم, كورس الادفانس جرامر اند فوكابلري اونلاين, وكورس الدكتوره مي في الدقي في مدينه نصر برضه 35 ساعه جرامر اند فوكابلري. الحمد لله قدرنا ندخل كورس جديد اسمه ايس فور بيجنرز لو واحد عنده طموحات عاليه بس لسه الكورس بتاعه او مستواه بند 3 ونص 4 بنعلى المستوى 5, وبعد كده الدكتوره اسماء والدكتوره مي بتاخده من 5 ل 6, وبعد كده احنا بناخده انا باخده من 6 ل 7 7 ونص. الحمد لله قدرنا الفترة الأخيرة ندخل كورس جديد اسمه Speaking and Fluency, وهو بيهتم بالفلوينسي وإزاي تعمل interviews وSpeaking. والخبر الحلو الجديد إن احنا بنجهز لكورسين جداد, وهو كورس English for Immigration, English للهجرة, و for Business and Immigration, وطبعا IELTS for Young Learners, كل الشباب الصغير اللي من سن 11 سنة ل 16 سنة دولت ممكن يحضروا كورس تثقيفي عن الثقافة الغربية يديهم مهارة الايلتس وهم صغيرين. الكورسات بتاعتنا كلها بنعلن عنها عن طريق صفحتنا الرسمية اللي هي IELTS Expert اللي هي موجودة ديت. ما تنسوش يا جماعة ان احنا عندنا something very very important. لو حضرتك ناوي يوم من الايام تدخل في اي من كورساتنا لازم في البداية زي ما عملنا مع الجميع امتحان تحديد مستوى. تحديد المستوى بقول بعديه حضرتك beginner او حضرتك advanced grammar and vocabulary لو انت بند 5, لكن لو حضرتك بند 6 هتبدا معايا مباشره. مره ثانيه الكورس بتاعي اللي هو الايلتس تكنيكس 35 ساعه والحمد لله بيشمل 4 مهارات, لكن بامانه التركيز اكتر على السبيكنج اند رايتنج, بخصوص ان ديت اكتر مهارات بتبقى عندنا هي المهارات الانتاجيه او البرودكتيف. ولكن يظل السؤال المهم جدا, هل اخد الامتحان دوت اخده كمبيوتر بيست ولا بيبر بيست؟ من الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نوضحها في الكورس بتاعنا ان مهم جدا ان حضرتك تعرف ان there is a huge difference, فرق كبير جدا ما بين البيبر بيست والكمبيوتر بيست. لو حضرتك خطك مش واضح خد كمبيوتر بيست وزود السرعه بتاعتك في الكتابه على الكمبيوتر. هل في فرق ما بين اي دي بي وبريتش كونسل؟ لا مفيش فرق كبير, دول اماكن محترمه فيري بروفيشنال, ولكن هو امتحان واحد من مصدر واحد كامبريدج, وبفكر حضراتكم الامتحان صلاحيته سنتين فقط only 2 years. فخلي بالك لو حضرتك ناوي ابنك يدخل الجامعه, حضرتك ناوي تهاجر, لازم تخلص اجراءاتك within 2 years after having the exam certificate او شهاده الاختبار. في حاجه مهمه جدا جدا ان احنا عندنا عايزين نعرف هي الارقام اللي انتوا عارفينها في الايلتس دي بترموز لايه. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان احنا عندنا امتحان الايلتس عباره عن سبيكينج ربع ساعه, رايتنج ساعه, ريدنج ساعه, ليسننج 40 دقيقه. ما تنسوش ان بقى في بيبر بيست وكمبيوتر بيست. الكمبيوتر بيست ليه مزايا وعيوب. الكمبيوتر بيست جميل جدا جدا في الكتابه, في القراية, انت بتشوف الشاشة مقسومة نصين, ولكن المشكلة الكبيرة في الكمبيوتر بيست ان في ناس عينيهم بتتعب من الأشعة او الراديشن from the screen and the monitor, وفي ناس بتتضايق جدا من صوت التايبنج بتاع زمايلهم جنبك في نفس القاعة. عشان كده هو في بعض الناس بياخدوا مثلا قطني يعني في ودانهم عشان التركيز يبقى احسن, وياخدوا طبعا اي دروبس او اي لوبريكنتس عشان لو حصل جفاف في العين جوه الامتحان. ولكن بصراحه هو بينجز جدا جدا في الرايتنج, خاصه ان هو بيفرق معاك في عدد الكلمات, لو نسيت حاجه تقدر تحطها. ولكن في واحده من الكونز او المشاكل اللي عندنا, one of the cons and one, يعني هي actually computer based لي pros and cons. واحد من مساوئ الكمبيوتر بيست بصراحه ان انت في الليسننج في الاستماع
فكره ان انت تعمل اندرلايننج كي ووردز او هايلايتنج مش موجوده، ولكن موجوده في الريدنج. خلي بالكم في الرايتنج انت بتعمل تايبنج بسرعه، وده هيفيدك جدا جدا. لو حضرتك بجد ناوي تدخل كمبيوتر بيست لازم تزود سرعتك، ولازم ان حضرتك تتعود على something very very important، وهو مواقع تساعدك زي ايه؟ ممكن نقدر نقول مواقع زي IELTS Online Tests، تديك شوية الشعور بتاع امتحان الكمبيوتر بيست. طيب ما تنساش لو انت هتدخل paper based فالموضوع مختلف. امتحان الليسننج الورقي 40 دقيقة، 30 دقيقة بتسمع، 10 دقيقة بتنقل الإجابة. في الكمبيوتر بيست 30 دقيقة بتسمع وبتكتب الإجابة وانت بتسمع، ودقيقتين بس بتراجع. خلي بالك من الريدنج، الريدنج في الكمبيوتر بيست عامل ازاي؟ الريدنج ان ذا كمبيوتر بيست انت طبعا بتقرا وتحل في نفس الوقت، ونفس الشيء في البيبر بيست. ما تنساش وانت في امتحان الرايتنج تاخد معاك يعني pencils او اقلام مرسام او رصاص بزياده، عشان ما تضيعش وقت كتير انت تعمل شاربنينج للبنسل او تقعد تمسح. لو خطك مش واضح فكر على طول في الكمبيوتر بيست. One something very very important، في بعض الناس بتشتكي وبتقول طب هل امتحان السبيكينج ما ينفعش بقى كمبيوتر بيست؟ لا ما ينفعش. الامتحان السبيكينج مدته ربع ساعه، وهو في البيبر بيست هو الكمبيوتر بيست، يعني هو معتمد على face to face communication مع ممتحن من الناس المحترفه الممتحنين الايلتس اكزامينرز، ان كانوا تبع الاي دي بي او ذا بريتش كونسل. اهم حاجه تعرفها قبل ما تدخل الامتحان لو ناوي ان حضرتك تعمل نفسك خطه دراسيه، ولكن السؤال الاهم الخطه الدراسيه تبدا بايه؟ انا عايز اجهز نفسي للامتحان ابدا ازاي؟ the very first thing ان حضرتك تبدا بالاساس بتاعك. يعني ايه الاساس بتاعك؟ تعالوا مع بعض كده اقول لكم يعني ايه الاساس بتاعك. actually انا واحد ناوي ادخل الامتحان وعايز اعرف ابدا ازاي. ف something very very important، انا اول حاجه لازم اكون عارف ال structure of the exam ومتاكد منه. ال structure of the exam بمعنى اصح انا عارف ان انا هبدا بامتحان الليسننج. امتحان الليسننج 40 minutes زي ما احنا قلنا في البيبر بيست، اما في الكمبيوتر بيست 32 minutes. هيجي بعديه على طول الريدنج اكزام 1 hour، واخر حاجه الرايتنج 1 hour. I want to tell you something very important. As you can see in this order, writing is the last exam, so that's why many people lose a lot of score and lose a lot of marks when it comes to writing, because but when they reach writing they become so drained and tired. ناس كتيره لما بتوصل على امتحان الرايتنج بيبقى so tired. عشان كده انا دايما بقول قبل ما تدخل الامتحان نام كويس جدا جدا. ما تنساش ان الامتحان مدته 3 ساعات ونص، ولازم تكون معاك البطاقه او الباسبور اللي انت حاجز بيه. ما تنساش لو سمحت ان حضرتك بعد ما تعرف الاستراكشر اوف ذا اكزام لازم تعرف ان في امتحان اسمه سبيكينج، اقصى مده ليه 15 minutes. عندنا 3 parts، هتدخل تلاقي ممتحن يسجل الامتحان، لازم تكون عارف شكل الامتحان عامل ازاي. لو انت بتذاكر مذاكره صح فحضرتك لازم تعرف نمبر 1 ايه هي الستارتنج بوينت. بصراحه الستارتنج بوينت ان حضرتك تعرف مستواك عامل ازاي دلوقتي في اللغه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا مع بعض كده هو توريكم حاجه غريبه جدا جدا. مهم قوي 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 ان حضرتك تدخل كده تكتب على جوجل، تكتب كالاتي: كامبريدج اهو بليسمنت تيست. وانا عايزك قبل ما تفكر في امتحان ولا اي حاجه ترجع لاساس الايلتس. الايلتس هو اختصار ايه؟ International English Language Testing System. يعني لازم يكون عندك testing techniques with language at the same time. So that's why it's really important to have something like this. إن أنت تدخل على مواقع test your English، يا ريت تكتب كده هو general English، وتعمل امتحان تحديد مستوى. أول ما تعمل الامتحان تحديد مستوى هتشوف مستواك عامل إزاي. هل مستواك A1 ولا A2، B1 ولا B2؟ عشان كده احنا عملنا كورسات A1 و A2 beginners. B1 مع الدكتوره اسماء والدكتوره مي Advanced Grammar and Vocabulary. عشان كده الكورس احنا بدأنا بتحديد مستوى عشان نشوف مستواك عامل ازاي الاول. طيب بعد كده اهوت انت مثلا طلع مستواك A1. A1 معناها ايه؟ فاحنا لازم نعرف ان في حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي عمل تقييم لمستويات اللغه وفقا للبند بتاعت الايلز. فاحنا هنكتب كده هو CEFR، وده اختصار
للسجلات الاوروبيه في تقييم الطلاب، ومعناها ايه؟ وفقا للايلتس. فانت بعد ما تعمل امتحان تحديد المستوى هتشوف مستواك عامل ازاي، ده انت عشان تقرر تدخل الامتحان. فانت لو جه قال لك انت مستواك بي 1، بي 1 معناه انت مستواك ما بين 4.5 و5، اما بي 2 معناه انت بتتكلم على 5.5 ل 6.5 اهو. شايف؟ لو قال لك سي 1 7 7.5 8. وعشان كده مهم جدا جدا حضرتك قبل ما تدخل الامتحان تشوف مستواك في اللغه واصل ازاي. دي الاساس، الاساس هي اللغه. خلوا بالكم يا جماعه لكل واحد مقدم على امتحان الايلتس يشوف مستواه عامل ازاي. ولكن السؤال الاهم، انا واحد عايز ادخل الامتحان اطمن ازاي على نفسي ان انا اشوف مستواي في اللغه؟ انا كلانجويج proficiency. So can you please tell me اول حاجه خالص، طب انا عايز اطمن على مستوايا، ايه هي الكومبوننتس اوف لانجويج؟ لازم الاول عشان ابدا لازم اقوي عناصر اللغه. يعني معنى اصح ايه هي عناصر اللغه؟ simply number one لازم اتاكد ان الجرامر عندي متظبط صح. جرامر، ولو بتكلم على الجرامر معناها ان انا هذاكر grammatical accuracy، دقه نحويه، اذاكر قواعد اللغه صح، عن طريق بقى كورس الادفانس جرامر اند فوكابولري، عن طريق كتاب كامبريدج انجلش جرامر نيوز. لازم اتاكد ان الجراماتيكال اكيورسي عندي عاليه جدا عشان اجيب سكور كويس. وبمناسبه السكور كويس، اصحاب اللغه بيجيبوا 7.5 7 8، الناس المثقفه من اصحاب اللغه بيجيبوا 8.5. ذيرفور المكان اللي حضرتك مسافر ليه محتاج سكور كام؟ لو السكور محتاجه 7 7.5، ده معناها ان حضرتك هو عايزك تكون اشبه بصاحب اللغه او نير نيتيف. خلي بالك ان الاكاديميك للدراسه والجنرال للهجره او الشغل. ما تنساش ان انت لازم تتاكد ان الجرامر بتاعك صح قبل ما تدخل الامتحان. ومش بس صح، ده لازم يكون في variety. يعني ايه grammatical accuracy؟ للعلم يا جماعه خلوا بالكم ان في بعض الاخطاء الجرامر اللي بجد بتقتل البان. And this is something very important. ان احنا عندنا subject verb agreement one of the fatal mistakes. عارفين هي ايه طبعا؟ الـ subject verb agreement ديت اللي احنا عاملين كورس جرامر اند فوكابلري فقط عشان نظبط الجرامر اند فوكابلري. وانا عندي في الكورس بتاعي لو حضراتكم تفتكروا اتكلمت ان في اول سيشن بحاول في 4 ساعات نتكلم عن اكتر اخطاء بتوقع في الجرامر. ايه هي الـ subject verb agreement؟ ان حضرتك تحت الستريس تقول for example internet affect our life، تنسى خالص ان المفرد بياخد افكتس. لو حضرتك ما عندكش المعلومه دي تعرف ان انت مستواك لسه 4.5 5. خلي بالك ازاي انا الاقي بعض الطلبه يقولوا there is many problems. لو انت لسه عندك الاخطاء دي دي مشكله كبيره جدا. therefore انت بعيد عن band 7. وخلوا بالكم من حاجه مهمه قوي، ان احنا عندنا when we talk about grammatical mistakes احنا قبل كده ذكرنا ان في 30 خطا قاتل ندرسهم في المحاضرة الأولى ما يتكرروش، منهم علامات الترقيم and the punctuation marks. This is quite important. على فكرة ده حتى لو الجمل بتاعك صح خلي بالك من الفرايتي بتاعك يا جماعة. يعني إيه variety؟ What does it mean variety؟ variety معناها إيه؟ variety معناها محتاج أدرس أنواع الجمل اللي هي simple sentence, compound sentence, complex compound, passive voice. ازاي عندنا الكومبلكس سنتنس بانواعه، والاهم من كده كمان عندنا حاجه اسمها ايه؟ inversion. واخر حاجه خالص it's very important حاجه تعرف اشكال من الجمل المختلفه، حتى لو هتبدا بpreposition او هتبدا بgerund. By the way don't forget something، ده لازم يكون عندك اساسيات خاصه اشكال الجمل الكومبلكس. ناوي تدخل الامتحان؟ جميل، ظبط لي الجرامر ونظبط الفرايتي. وخلوا بالكم ايه الاهم، انا بلاحظ ان بعض منكم بيهتم بالكومبلكس والجراماتيكال فرايتي وساعات بيوقع اللغه الاكيورسي. اكشلي الاكيورسي او الدقه النحويه اهم. ما انا هفهمك ازاي لو انت بتعمل جمل فراجمنتس. يعني ايه فراجمنتس؟ ودي من اكثر الاخطاء نعملها جمل الفراجمنتس.
ليه مثلا على سبيل المثال تقول and when people immigrate full stop they know more about other cultures. جملة جميلة جدا جدا وبتتكلم عن diversity of the cultures, بس حضرتك عملت هنا ايه كارثة رهيبة, وان انت عملت بدل ما تعمل كما عملت full stop فالجملة كلها ناقصة كمعنى. مرة تانية انت ناوي تدخل الامتحان, واو that's perfect, حدد الاول computer based ولا paper based, you've got to understand the accuracy and variety. عايز تدخل الامتحان هسألك سؤال مهم جدا, ايه اخبار الفوكابولري عندك؟ عشان اجيب band 7.58 in speaking and writing محتاج اعمل ايه؟ بس خلوا بالكم لو انت ناوي تدخل الامتحان مهم قوي 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 ان حضرتك تعرف ان في فرق ما بين عنصر الفوكابولري في السبيكينج غير الرايتنج. ايه؟ عشان الرايتنج المقدم لينا في الايلتس اكشلي خاصه تاسك 1 تاسك 2 اكاديميك بيبقى فورمال ستايل. طب وطلبه الجنرال؟ طلبه الجنرال الرايتنج عندهم لو انا بكتب خطاب لصاحبي بيبقى انفورمال, لكن انواع الخطابات الثانيه خطاب لشركه فورمال سيمي فورمال لازم يكون فورمال. فانا لازم اخد بالي من عنصر اللغه, هل هي لغه فورمال ولا انفورمال, خاصه في السبيكينج اتس انفورمال. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش مشاكل خالص ان حضرتك لو جاهز نفسك عشان تجيب باند 8 you've got to understand ان احنا لازم نستخدم حاجه مثلا اسمها phrasal verbs and idioms. هل انت مجهز نفسك لده ولا لا؟ مهم جدا حضرتك تبقى عارف انت داخل الامتحان هتعمل ايه. يعني ايه phrasal verbs؟ phrasal verbs يعني مثلا على سبيل المثال if I say something like chill out with my friends, بدل ما اقول مثلا I like to have fun with my friends, chill out. Phrasal verbs معناها الverb زائد حرف جر أو preposition. This is something which is exclusive to the speaking. طيب إيه كمان؟ مثلا على سبيل المثال بستخدم idiomatic expression, يعني ما أنا صح بقول and on that day, في اليوم ده أنا كنت مريض. مريض مش هقول I was sick. No, I can say something else more idiomatic, like I was under the weather. ولكن وانت بتذاكر vocabulary وgrammar عشان تحضر نفسك للامتحان, اعرف ان اساس اللغة بشكل عام ان انت تكون natural. يعني ايه natural؟ يعني لو زودت جمل الcomplex الwriting هيأثر على الافكار, لو زودت الcomplex او في الspeaking هيأثر على الافكار. مش كل حاجة complex, ما انت لازم تكون natural. يعني وده على فكرة بيجي من ايه؟ ازاي تكون natural؟ تكون ناتشرال عن طريق ان انت تسمع لموديل انسرز. انا طبعا حضرتك عارفين ان انا اديتكم حوالي 50 توبيك مهمين في السبيكينج بصوتي وبتكلم بيه, هتلاقوا ان الاجابات كتير منها باسيف وكومبلكس كومباوند. الفكره هي اللي بتحكم ازاي استخدم اللغه مش العكس, مش بفرط اللغه على الفكره. بمعنى اصح مهم جدا تسمع ناتشرال, تسمع انجلش, تسمع سامبلز, تتفرج على videos of speaking. مهم جدا جدا تتكلم بثقة عالية قوي. ترجع تاني, هل انت واثق من نفسك انت داخل الامتحان متأكد انت عارف ايه هو الفرق ما بين السكيل والتانية, عارف ايه هي الكومبوننتس بتاعت اللغة, عارف ان الرايتنج محتاج لغة بنسميها ايه low frequency vocabulary, هل انت عارف ان انت مستوى اللغة بتاعك لازم يكون عالي عشان تجيب 7.5 writing. For example, بدل ما تقول نتخلص من هذه المشكلة get rid of something we can say eradicate, بدل ما أقول كلمة suitable أقول إيه, بدل كلمة suitable أقول كلمة convenient, بدل ما أقول كلمة people 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 لا أشوف people دول فين, اللي بيشتروا كتير بقول مثلا consumers, لو هم أولياء أمور أقول parents, لو هم في مجال التعليم أقول educationists. بالشكل ده خلوا بالكم مدام موضوعات الايلتس معروفة فأنا ممكن أعرف أفصل كلمة people على كل topic. مش عارف أنت فاهمين الكلام ده ولا لا. يعني for example لو أنا اتكلمت مثلا على مجال technology فأنا هقول بدل ما أقول some people think that technology is important أنا أقول technology experts. لو بتكلم في مجال العلم والأحياء فبقول scientists. مثلا بتكلم عن التلوث
وازاي علماء البيئه، اقول ايكولوجيستس، ازاي عبقريتك في الفوكابلري بتبدا من هنا. طب الفوكابلري بتاعي هيزيد منين؟ انا مجهز نفسي للامتحان، لازم اقرا سامبل اسايز اللي انا مديها في الكورس، او ان انا اتوسع اكتر واقرا ارتكلز، خاصه ارتكلز من موقع The Guardian and BBC with National Geographic. The more you read, the better. The more you read, the better. National Geographic, الحاجات دي كلها. جاهز للامتحان بجد، جرامر متظبط، فوكابلري متظبط، واخر حاجة انا عايز اجيب 7.5-8، اعمل ايه؟ لا ده انت لازم تعمل حاجات كتيرة جدا جدا. اخيرا لازم تظبط البرونانسيشن عندك. وانا عارف كويس جدا ان احنا عندنا مشكله في البرونسيشن، وللمعلومه يا جماعه ممكن البرونسيشن ده من كتره هو عمل ازمه احنا عملنا له كورس لوحده اللي هو سبيكينج اند فلوينسي، خاصه لو بتكلم على باند 7 برونسيشن، فانا اهم حاجه النطق بتاعي يكون ايه؟ انتليجبل. هاويفر اتس فيري فيري امبورتنت ان حضرتك في نفس الوقت تعرف ان انت لو عايز تجيب 7.5-8 البرونسيشن بتاعك لازم يكون ميوزيكال. ميوزيكال يعني ايه؟ يعني يكون في حاجه اسمها انتونيشن. انتونيشن means the musicality of language. ممكن تعمل حاجه اسمها تونكينج. So these are all different features of language in pronunciation. جاهز للامتحان، لازم الاستعداد يكون من اللغه. ذاكر اخطائك، شوف حد يصلح لك ويقول لك اخطائك في السبيكنج اند رايتنج، ذاكر الاخطاء كويس جدا، علقها قدام عينك وتشوف ايه هي اللي اخطائك، عشان ما تذاكرش الاخطاء بس، ذاكر الاخطاء والصح، عشان وانت بتراجع على طول عينيك تلقط الخطا وتصححه. طيب هل ممكن اصلح لنفسي في السبيكنج؟ ديفينتلي رايت. بس بعد ما نظبط اللغه لازم نعمل حاجه مهمه جدا جدا، وهي نبدا في التكنيكس. وهو ده يا جماعة اللي أنا عايز أقوله لكم، وأنا يمكن يعني actually I really need to repeat myself. امتحان الآيلتس مش بس تكنيكس as some people claim، كما يدعي البعض من غير المتخصصين، الآيلتس مجرد تكنيكس. I'm sorry about this. الآيلتس مش مجرد material عند حضرتك ولا مجرد تكنيكس. الآيلتس لغة وتكنيكس وماتيريال وفيدباك، وتذاكر الفيدباك. والأهم من كل ده إن حضرتك لما تحبط محتاج بجد حد يتابعك. عشان كده هوت إحنا بنعمل جروبات الواتساب وبنسيب جروب الماتيريال لغاية الآخر، مش هيتقفل إن شاء الله. ما تنسوش إن إحنا عندنا لما بنتكلم على التكنيكس إحنا لازم نتفرج على speaking videos ونشوف الطلبة دولت جابوا إزاي السكور دوت. وعلى فكرة في حاجة عايز أقولها لكم يا جماعة، الكورس معانا إحنا خدنا يمكن في فيديو أو اتنين لطلبة مصريين جابوا 7.5-8. أنا جايب لكم النهاردة فيديو غريب شوية، يا رب يعجبكم. وهو فيديو لطالب actually جايب سكور رائع جدا. يا رب بس الصوت يكون واضح وتسمعوا الصوت كويس. الطالب دوت طالب من فيتنام وقدر يجيب سكور 88.5. عايزين نشوف مع بعض إزاي جاب كل ده. I don't know if you. Okay. Can you hear it? Okay, Daniel. I'm going to put your passport here and I will give it back to you at the end. Okay. In the speaking exam. The speaking exam has three parts. I will give you instructions for each part. Are you ready to begin? Yes, of course. Okay, for part one, I'm going to get to know you a little bit better and ask you some questions on a general topic. Currently, do you work or study? Call you. زي ما انتم شايفين في البداية جدا في امتحان السبيكينج مهم جدا ما تنساش تاخد البطاقة والباسبور بتاعك. لو ما خدتهمش مش هتدخل الامتحان. This is something really important. Don't forget to take your ID with you. شايفين هدول الأعصاب؟ مش لازم أقعد متضايق عصبي.
عادي جدا جدا، بطلع الباسبور بتاعي والبطاقه واقدم نفسي للممتحن، ممكن اصبح عليه اقول له جود مورنينج جود افترنون او جود ايفنينج. Okay, Daniel, I'm going to put your passport here and I will give it back to you at the end of the speaking exam. The speaking exam has three parts. I will give you instructions for each part. Are you ready to begin? Yes, of course. Okay, for part one, I'm going to get to know you a little bit better and ask you some questions on a general topic. Currently, do you work or study? I'm currently a student and I study electrical engineering at the Tama University of Science. You see guys, لو انتوا قريتوا حتى الإجابة بتاعته دايما في السبيكينج يفضل ما تجاوبش بكلمة أو شبه جملة. It's not kind of a word or a phrase. Please provide a full sentence. As you can see, I'm currently a student and I study electrical engineering at Hanoi University of Science and Technology. You see, it's a complete sentence. And when you're not working or studying, what do you like to do in your free time? Well, when I'm not cramming for an exam, I like to hang out with my friend. Simply here in the answer, you can see a phrasal verb with hang out with my friends, and you can see a complex structure as well. For instance, yesterday I had a great 2-hour chat with my friend in the coffee shop. And here is a very good example of giving واحد بيدي مثال عشان يشرح أكثر, يعمل expansion أكثر. Okay, let's talk about food. How often do you eat in a day? I usually eat 4 or 5 times a day. I have breakfast. This is something very important. I have a breakfast. This is something very important. ازاي قبل ما تدخل الامتحان لازم تتأكد ان انت تخلصت من البوزز. One or two snacks. What do you usually eat for breakfast? Well, if I had to say, I likely eat cereal with milk most often, although I eat fruits and eggs too. I think I eat a bowl of cereal more than anything else. See, a lot of complex structures and it's natural. Maybe the guy really needs to work on his intonation. Do you like to cook? Why or why not? I don't really like to cook because I'm not very good at it. Like last weekend, I tried to make some spaghetti and it just didn't really taste very good. So I think I put too much salt on it. You say something? You don't have to answer with a positive, in a positive way, saying, yes, I cook. Yes, I do. No, actually, you can answer in with negation. No, I'm not good at cooking. This is something very important. ما تحرجش نفسك وتقول لازم أقول حاضر وأيوة في امتحان السبيك. أنت ممكن تعترض عادي جدا جدا. خلقنا لنعترض. شايفين هنا يا جماعة إيه اللي حصل؟ هنا في امتحان السبيكينج part 2. Part 1 أسئلة شخصية. شايفين part 2 عامل إيه؟ Please don't turn it over. Here's some note paper and a pencil. You will have 1 minute to read the questions, think about your answer, prepare your notes, and then you will have 2 minutes to speak. I will tell you when to start and when to stop. دي حاجة مهمة جدا عايز أقول لكم عليها يا جماعة, إن في ناس فاكرة إن أنا هتكلم لمدة دقيقتين فقط. هو actually أنت هتتكلم لمدة دقيقة 20 ثانية والباقي اسئله فولو اب في بارت 2. يعني بارت 2 اجمالي دقيقتين. انا هتكلم دقيقه ونص, دقيقه و20 ثانيه, دقيقه ونص, وبعديها بيبقى سؤالين لثلاث اسئله فولو اب على اللي انا قلته في بارت 2 قبل ما ادخل بارت 3. Are you ready to begin? Yes. Okay, then your 1 minute preparation time begins now. انتوا شايفين يا جماعه ده بيبقى التوبيك قدامك كده عباره عن اسئله. طبعا الجزء اللي فوق ده اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الطالب بيشوفه. الجزء اللي تحت دوت طبعا اهوت, بصوا ده اللي الطالب بيشوف الكارت ده اسمه كيو كارد. ودوت شايفين talk about a person that you want to meet for a day. الناس الشاطره قوي في الكورس معايا بيقدروا يحوروا التوبيك من توبيك لتوبيك هم درسوه. Who can tell me التوبيك ده قريب من مين؟ تكلم عن شخص انت تحب تقابله لمده يوم. ليه عايز تقابله؟ تحب فين تقابله؟
هتقول له ايه الشخص ده؟ why do you want to meet him؟ ازاي انت ذكائك بتقدر تعمل تحويل لفكرة topic حتى لو غريب لحاجة تانية. Thank you very much. This could be something like a celebrity, someone that you really respect or like very much. For example, I'd like to meet Muhammad Salah. لو جالك topic عن celebrity, local celebrity, وهو برضو كمان international celebrity. أو ممكن أنا أحب أقابل مثلا I'd like to meet Angelina Jolie. ليه؟ لأعملها الفلانتروبيك. فلانتروبيك أو الإنسانية. دي من الحاجات الجميلة جدا. أهم حاجة في امتحان السبيكينج بليز ما توقفش كلام عشان تفضل على طول في فلوينسي في الأفكار. فلوينسي مش معناها بتكلم بسرعة. This is something very important. شايفين هو اتكلم عن بطل أفلام. في نهاية بارت 2 برجع الورقة تاني والأسئلة. الممتحن بياخد مني كل حاجة بعد ما كان باصص على الستوب واتش بيوقف الستوب واتش. خلي بالكم الممتحن مش مطلوب منه يقعد يبص لك طول الوقت ولا انت مطلوب منك تعمل اي كونتاكت طول الوقت. أهم حاجة stay natural and confident. Now we will continue. I think hard work and talent are definitely important to become famous. لما بتكلم على part 3 اتدربوا يا جماعة على part 3 عشان دي أكتر حاجة أنا بقلق منها. Part 3 بجد بيبين هل أنت تستحق السكور ده ولا لا. وpart 3 topics كلها discussion إن كانت past, present, future prediction, مشكلة إيه حلها. فأنت لازم يكون عندك الـ ideas وعندك الثقافة وتقرأ articles وكيب سيرة articles. And you can say I read an article in Ahram newspaper, I read an article on the BBC website about this problem. Also, I believe that فين أكتر كلمة بتتكرر في part 3 هي إيه؟ People, children, generation, the current generation, the future generation, in the future, back in the good old days in the past. Good luck. I mean, celebrities earn a lot of money. Do you think this is good? You see, it's all general topics, really kind of general topics. خلي بالكم من حاجة إن الممتحن دايما هيقطعك في الكلام. يقطعك فيها ايه؟ هو انت لو سابك انت ممكن تجاوب كل سؤال في دقيقة. لا هو مش عايز كده. ما هو عنده تايم لاين ولازم يخلص السكريبت بتاع الاسئلة عنده. فديرفور ما تنزعجش لو الممتحن قطع يعني وقفك او عمل لك انتربشن. Yes, I actually agree that some celebrities should earn a lot of money because they sacrifice both their time and privacy for their position. I mean, they live pretty hard lives, so I think they should be rewarded somehow. Okay, let's talk about meeting new people. Many individuals believe that. So once again, it's very, very important. قبل ما تحجزوا الامتحان يا جماعة لو سمحت تكون عارف الاستراكشر بتاع الامتحان تكون قاري التوبكس المهمة في السبيكينج. This is something very important. عندك القدرة على تربيط الأفكار والأهم من كل ده عندك قدرة تستخدم الكومبلكس ستراكشرز ايديوماتيك اكسبريشنز تتخلص من البوزز. ولكن أنا عندي قناعة إن حضرتك لو عايز تحسن السبيكينج لازم تشتغل على الليسننج خاصة ان احنا عندنا الليسننج واحد من المشاكل العالية جدا. امتحان الليسننج 40 سؤال 4 سكشنز من اصعب السكشنز عندنا multiple choice. ولكن انا عايز حضراتكم بجد قبل ما تدخل الامتحان حاول تركز جدا على كامبريدج from 9 to 14. على سبيل المثال تعالوا اوريكم كده هو بليز امتحان جديد خالص وهو كامبريدج 14. أنا عندي بس سؤال سريع جدا هل حضراتكم عارفين أنواع الأسئلة بتاعة الليسننج ولا لأ؟ هل رجعتوها؟ هل رجعتوا على أنواع أسئلة الليسننج or not؟ Have you studied that or not؟ This is something very very important. إن أنت تكون عندك فكرة عن أنواع الليسننج questions. إيه أنواع الليسننج questions؟ إن كانت إيه؟ complete، إن كانت multiple choice، map، diagram، حاجة خطيرة جدا وهو اللكتشر اللي موجود في الآخر خالص.
أكتر حاجة تاخدوا بالكم منها الدستراكشن. الدستراكشن معناها إيه؟ الأيام دي الامتحانات مليانة دستراكشن. دستراكشن means that you never find the answer from the beginning. The answer changes. In other words, تحب نتقابل إمتى؟ النهاردة؟ لا أخليها بكرة. تمام النهاردة؟ خلاص نخليها النهاردة. خلوا بالكم من سؤال الماب. فاكرين الماب ولا لا يا جماعة؟ ذكرتوا الماب منين؟ من الدايركشنز. يعني الدايركشنز اللي موجود عندي في الكتاب. يا رب يا جماعة يكونوا استفدتم من الكتاب اللي أنا اديتهولكم. يعني يا ريت يا رب يكون الكتاب أفادكم، خاصة صفحة 23 اللي فيها الدايركشنز، خاصة الفوكابلر اللي بيتكرر في امتحانات الليسننج اللي هو صفحة 24 25 26 27 from 24 to 27. أهم الفوكابلري اللي موجود في الليسننج. الحاجة الجميلة إن أنا يمكن الحمد لله في الراوند اللي جاي قدرت أترجم الكلمات الصعبة في الليسننج للعربي وحطيتها في جمل عشان أستفيد من الليسننج في السبيكينج والرايتنج كمان. كل السكيلز بتجمع بعضها. باي ذا واي عندي سؤال لحضراتكم، سؤال الكمبليت. أي سؤال كمبليت أول حاجة أخد بالي منها إيه في الليسننج؟ أول حاجة أخد بالي منها الانستركشنز. The first thing you do is to read the instructions. هل هكمل أكمل القطعة بone word ولا one word and or a number ولا أكمل القطعة بكلمتين؟ Very important. خلي بالك إن امتحان الليسننج هو أول امتحان ليك وانت رايح الامتحان الحقيقي actual. وبنصحك بلاش شاي وقهوة كتير وحاول تركز في الامتحان خاصة الانستركشنز. أهم حاجة بتنقص الطلبة في الليسننج هي إيه؟ السبيلنج بينقص. إيه كمان؟ إن أنت ما قريتش الانستركشنز. مهمة جدا you read the instructions. لما يقول لك choose A, B or C يبقى أنا هكتب A, B, C بس خلاص، مش هقعد أكتب الإجابة كلها. الحاجة التانية بقى اللي أنا اكتشفتها أخيرا إن أنت ممكن في آخر 10 دقايق تلخبط الدنيا في ترتيب الأسئلة خاصة في البيبر بيست. بمعنى حضرتك بدل ما تبدأ جربت إجابة سؤال واحد والسؤال اتنين ونسيت ونطيت خانة فاضية وعملت الإجابة بتاعت رقم تلاتة في الخانة البوكس بتاعت أربعة. تخيل لو حصل لك الموقف ده وفي آخر دقيقتين اكتشفت إن أنت لخبطت في الأسئلة ووقعت بوكس. عارفين إيه وقعت بوكس؟ يعني الإجابة بتاعت 22 أنت كتبتها في البوكس بتاعت 23. ده موقف حصل ودي من المواقف اللي تدل على إن التوتر يوقع. تخيلوا يا جماعة الإجابات كانت كلها صح بس الطالب جاب بند 2 أو 3. عارفين ليه ولا لأ؟ عشان الإجابات كانت كلها تتربحها غلط، عشان ترتب الترتيب غلط. ركز قوي قوي قوي. والحاجة تانية كمان ما تنسوش في امتحان الريدنج، أنا ما عنديش 10 دقايق في الآخر امتحان الريدنج، أنا بنقل الإجابة في ورقة الإجابة وأنا قاعد أقرأ، ما فيش 10 دقايق في الآخر. خلوا بالكم أنا النهاردة جايب لكم امتحان جديد خالص من كامبريدج 14 وعايز أشوف كده قدراتكم عاملة زي في الليسنينج. Once again don't forget read the instruction focus. وانت بتعلم تعلم على الكيوورد. احنا في الكورس مع بعض تعلمنا يعني ايه كيوورد واخدنا اهم الكلمات اللي بتتكرر في السؤال منها كلمة not كلمة or but main concern حاجات زي دي. اخدنا حوالي 20 كلمة مهمين اعلم عليهم وانا قاعد اعمل listening. حط منكم طلب ياريت تساعدوني في الامتحان ده. الامتحان ده مصدره Cambridge 14 Test 3. وخلوا بالكم اهو الشاشة قدامكم اهي زي ما انتم شايفين. اول حاجة لما انت بتشوف الشكل ده What's the first thing you do? The first thing you do is what? Who can tell me? The first thing you do is to read the instructions. So it's one word and or a number. يبقى ممكن اكمل بone word or a number or one word and a number. Okay. وابدأ اعلم على شايفين الheadings date conference facilities accommodation facilities location. Now I'd like to leave you. عايزكم انتوا اللي تساعدوني المره دي وتحلوا معايا. خلي بالك ان انت عندك 30 ثانيه قبل الامتحان ما يبدا، قبل ما كل سكشن يبدا من الفور سكشنز تقرا بسرعه عشان لما يشتغل الليسننج تعال عينيك تجري على الكلمات اللي انت علمت عليها. الموضوع بيتكلم عن ايه؟ فلاندرز كونفرنس هوتيل. ادي اهو كاستمر سيرفيس مانجر اول واحده محلوله عشان بريك ذا ايس وذ ذا اكزام. الديتا افيلبل وات از ذا ديتا افيلبل. كونفرنس فاسيليتيز ده حاجه يبقى ذيرفور انا هسمع هنا كلمه ناون، هنا فري حاجه هسمعها. تعالوا نسمع مع بعض.
recordings will be played once only. شايفين التحذير؟ امتحان الليسنينج في الايلتس بيشتغل مرة واحدة بس. ده عكس امتحان الاي جي اللي احنا بندرسه لاولادنا في ثانوية عامة، ممكن الامتحان الليسنينج يشتغل مرتين، هنا just once. Test in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. خلوا بالكم الامتحان طول الوقت هيقعد يفكركم ان انتوا هتنقلوا الاجابات في الاخر. Now turn to section one. Section one. 30 ثانية الأول تسمع. This conference hotel? Oh, hi. I wanted to ask about conference facilities at the hotel. Have I come through to the right person? Mm-hmm, you have. I'm the customer services manager. My name's Angela. The name of the customer services manager is Angela. So Angela has been written in the space. Now we shall begin. نسمع مع بعض. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Please نكتب الإجابات مع بعض. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Okay. Hello, Flanders Conference Hotel. Oh, hi. I wanted to ask about conference facilities at the hotel. Have I come through to the right person? Mm-hmm, you have. I'm the customer services manager. My name's Angela. So, how can I help you? Well, I'm calling from Barrett and Stanson's. We're a medical company based in Perth. Oh, yes? And we're organising a conference for our clients to be held in Sydney. It'll be held over 2 days, and we're expecting about 50 or 60 people. When were you thinking of having it? Sometime early next year, like the end of January. It'd have to be a weekend. Let me see. Our conference facilities are already booked for the weekend beginning January the 28th. شايفين يا جماعة؟ عينيا مركزة على إيه؟ عينيا وبسمع العناوين دي. الهيدنجز دي مهمة جدا. Could do the first weekend in February. How about January the 21st? I'm afraid that's booked too. Well, let's go for the February date then. So that's the weekend beginning the 4th. Okay. Now, can you tell me a bit about what conference facilities you have? Sure. So for talks and presentations, we have the Tesla room. Sorry? Tesla, that's spelled T-E-S-L-A. It holds up to 100 people and it's fully equipped with a projector and so on. How about a microphone? Yes, that'll be all set up ready for you. الإجابة بتاعت أول واحدة. The Tesla room, شايفين يا جماعة إيه أخبار الألفابات؟ عشان كده قبل ما تدخل الامتحان لازم تكون مركز على الألفابات. T-E-S-L-A. Projector and what? Who can tell me? Projector and what? Can you answer? إيه المتوفر كخدمات للمؤتمر? The facilities of the conference. What could be, what's available? It's a projector and what? Who can tell me? Thank you. And microphone. خلوا بالكم. الكلام اللي انت هتسمعه مش مكتوب زي اللي انت بتقراه. النص مختلف. There'll be one that members of the audience can use too for questions if necessary. Fine. And we'll also need some sort of open area where people can sit and have a cup of coffee. And we'd like to have an exhibition of our products and services there as well. So that'll need to be quite a big space. Mm-hmm. That's... Okay, guys, who can tell me? Area for coffee and what? Area for coffee and what? Who can tell me? أنا عندي كلمة and. كلمة and محطوطة ليه يا جماعة؟ عشان يجي بعديها كلمة هتبدأ بAEIOU. فأنا عايز أعرف إيه الكلمة هنا هو الإجابة الصح. خلوا بالكم إزاي الجرامر بتاعي بيتحكم جدا في الإجابة. You've got to understand that. If there is an and, يبقى there is a noun countable which starts with a vowel sound. Okay? So it's an exhibition. Thank you. There's a central atrium with all those facilities
And you can come before the conference starts if you want to set everything up. Great. And I presume there's Wi-Fi? Oh, yes. That's free and available throughout the hotel. You see, it's a free Wi-Fi. W-I-F-I. Okay. Would you like us to provide a buffet lunch? Watch out, guys. I told you about that before, that when we have the currency symbol and the number. Can you see that or not? I don't know if you can see that or not. A two-course meal with a number of... You see here, we've got $5. Is it $5 or question number five? This is something quite tricky that you may find in the exam. Five is the number of question, and S, which is the sign of the US dollars. So I expect a price after that. What sort of price are we looking at for that? Well, I can send you a copy of the standard menu. That's $45 per person. Or you can have the special for $25 more. I think that... You see what happened here? That's a very good example of distraction. It said, عندنا كم بالضبط يا جماعة? Who can tell me? شوفوا وقت عمل ايه نهوت? قال ايه? سعر البافي is, if it's 45 per person. لكن في special لحاجة تانية. That's more distraction. ان انا اديك رقمين وشوف انت مركز معايا ولا. You've got to be really careful about this. Because if you don't concentrate, you may write the other number, which is not the correct one. You've got to be really careful and vigilant. And it should be okay, but yes, send me the menu. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. So now we've got some time to read 6 to 10. Please underline keywords, cost. The hotel has a spa and a rooftop. There's a free shuttle service to the, يبقى هنا هتكلم على destination. Location, Wilby Street, K9. يبقى أنا قاعد أعمل reading the answer, reading the script. I have to guess. Guess. شايفين يا جماعة ده من Cambridge 14 test 3. Accommodation on the Saturday night for some of the participants. I'm not sure how many, but probably about 25. So what do you charge for a room? Well, for con... شايفين هنا هوت الكلمة مكتوبة هنا في النص ايه؟ cost. انت سمعتها ايه؟ charge. انا بقى لو بذاكر listening, عشان اللي speaking ممكن اخد الكلمات دي كvocabulary بعد كده. For attendees, we have a 25% reduction. So we can offer you rooms at $135. Normally a standard room's $180. And does that include breakfast? Sure. How much is it? هو الطبيعي احنا بنعمله ب 180 بس احنا هنعمله في تخفيض يبقى 135. So you see, this is a very good example of distraction. You really need to be careful because, as you can see, there is a lot of distraction when it comes to the listening. However, أنا دايماً بعتقد حاجة مهمة جداً يا جماعة. Actually, I believe إن المشكلة الحقيقية عندنا هي حاجة تانية خالص. It's not just listening. It's also what? Who can help me? إيه أكتر مشكلة كمان ممكن تواجهنا غير listening؟ تعالوا مع بعض كده هوت. هوريكم موقع عبقري جداً جداً. الموقع ده يا جماعة يساعدكم انتوا تعرفوا أحدث التوبكس في الرايتنج. والتوبك الموقع ده اسمه إيه؟ IELTSOnlineTests.com. دخلتوا عليها بكرة ولا لأ؟ Have you ever seen this website before or not? What do you think? Hello? Have you ever seen this website? It's called IELTS Online Tests. الموقع ده فيه essays وفيه إجابات وممكن نماذج إجابات عالية جدا جدا. By the way, ده كده task 1. Who can tell me? This is task 1, academic or general? What do you think, guys? Academic or general? This is what? Academic or general? So, ما احنا درسنا مع بعض في الكورس, احنا عندنا 7 أنواع للأكاديميك. 7 أنواع أكاديميك. إن كان line chart, bar chart, زي ما درسنا. ودرسنا مع بعض برضو إزاي كل نوع ليه إجابة وليه تقسيمة essay معينة.
وما تنسوش يا جماعة احنا محتاجين introduction, محتاجين overall, محتاجين analysis, محتاجين أرقام, محتاجين figures. طلبة الأكاديميك مطلوب منهم يخلصوا الكلام ده 17 ل 20 دقيقة 150-160 كلمة عندنا. خلي بالك نظم وقتك في امتحان الرايتنج. لو أنا بصيت على حاجة زي دي, the graph below shows the proportion of the population age 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries. أول حاجة تعملها إيه لما تشوف الشارت زي دوت؟ أول حاجة تعملها إن أنت لو معاك البيبر بيست هتقدر تعلم, أما لو معاكش بيبر بيست وهتدخل الكمبيوتر هي دي مشكلة, مش هتقدر تعلم على الحاجات اللي إحنا محتاجين نعلم عليها عشان تساعدنا في الأناليسيس. إحنا عندنا أهم حاجة, كلمة عندنا رئيسية هي إيه؟ إيه أكتر كلمة موجودة في الشارت؟ كلمة comparison. يعني comparison, similarity and difference. فأنا عندي هنا هو التلاتة قريبين من بعض ولا في واحدة مختلفة معينة؟ لا, التلاتة قريبين من بعض, ما بين 5 و10. That kind of similarity. بس أنت لو بصيت في 1980 مين المختلف تماماً؟ المختلف تماماً دولة اليابان اللي هي الخط الأحمر أو trend, the right red trend. والاثنين دول wow, they're very very similar, you see, that's very similar, and then oh my god I have here kind of overlap of trends. فبدأوا هم الثلاثة شبه بعض between 2020 and 2040. ما تنسوش استخدامك للتنسز عامل ازاي. يعني على سبيل المثال لو انت واحد داخل الامتحان سنة 2020 فانت هتستخدم ال present simple tense, لكن كل ده هستخدم ال past simple tense, وهنا 2040 هيبقى هستخدم الفيوتشر سيمبل تنس. طيب اقسم الباراجراف ازاي؟ من الواضح ان اعداد الناس العواجيز في الثلاث دول كاوفرول عباره عن ايه؟ Who can tell me الاوفرول من الواضح ان اعداد الناس الكبار السن او the population are age 65 and over are they increasing ولا لا؟ It seems ان ايه الثلاثه بيزيد ولا لا؟ ها It seems ان انت عندك الدولتين دولت اللي هم امريكا والسويد في الزيادة على طول. بصوا اهو, so the figures have gone through what? Have gone through حاجة اسمها fluctuation, يعني شوية بشكل مضطرب. ولكن خلي بالك ان انت عندك اليابان في الاوفرول تقول ايه؟ ان هم they went through, the percentage went through a slight decrease, then and there is an expectation, توقع, and there will be within the coming 20 years a sudden increase at the very end. ما تنسوش يا جماعة paragraph ال overall very very important, خاصة في academic task one. في analysis بقى هنبدأ ندي أرقام. شايفين هنا كل أرقام دي بإيه؟ بال percentage. دي مش currency, دي percentage, and this is something you really need to think about. By the way, أنا عايز أقول لك إن الموقع ده موقع رائع جداً جداً. قولي ليه؟ عشان الموقع ده حضرتك لو رحت عليه وبصيت بجد وشفت عامل إزاي هتلاقي حاجة غريبة جداً, وهي إن أنت عندك general وإيه وأكاديميك. فأنت عندك أنت ممكن تختار general. أهو بص يا جماعة, أو free practice tests, ولما تاخد free practice tests هتعمل إيه؟ تشوف الجنرال والأكاديميك. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا ان احنا طلبة الجنرال قصة مختلفة. طلبة الجنرال اللي هم هيدخلوا ويلاقوا letters الموضوع مختلف تماما. شايفين انا هعمل كده general training. لو دخلت على general training هتلاقي ان task one عندهم letter. انا كطالب اعمل ايه؟ انا كطالب academic ممكن استفيد من الجنرال. عشان كده في الكورس بتاعي انا حاولت ادي الاثنين الاكاديميك والجنرال مع بعض task one, عشان طلبة الاكاديميك يعرفوا ازاي يكتبوا ايميلات بشكل محترم للجامعات. شايفين ان هو مكتوب هنا ايه؟ You work for an international company and you would like to spend 6 months working in its head office in another country. Write a letter to your manager. نوع اللتر ده ايه يا جماعة؟ لو انا دلوقتي طالب جنرال, طالب الجنرال معناه عارف ان هو عنده 3 انواع من اللترز. Formal لشركة ما عرفش حد فيها, دي sir or madam, informal لصاحبي او قريبي, وسيمي فورمال لمديري او استاذي او مدرسي السابق او حتى جاري في مشاكل وحاجات رسميه او صاحب العماره اللي انا اجرت منه, كلها سيمي فورمال.
خلي بالكم زي ما احنا درسنا في 6 components في اللتر، ولازم نحترم جدا جدا الستايل اوف رايتنج، يبقى فيه consistency. طبعا هنا هو write a letter to your manager. manager يبقى هكتب له دي سير او دي مستر سميث. شايفين في كم نقطه هنا المفروض اغطيها؟ explain why you want to work in the company head office for 6 months. say your work should be done while you're away. how يبقى انا عندي كم نقطه. ask for his help in arranging it. يبقى انا عندي 3 points. لو انا ما غطيتش الثلاثه بوينتس هنقص كتير في التاسك اتشيفمنت. ولازم لازم من اول باراجراف اعمل حاجه اسمها the purpose. يعني دي سير ذس از بول سميث، انا اسمي بول سميث وانا واحد من الموظفين عندك. I'm one of the staff members and I'm writing this letter to seek or to ask or to request a kind of a leave or a vacation for 6 months or to work in the head office for 6 months. طيب خلوا بالكم من حاجه مهمه جدا، لو كتبت اقل من 150 كلمه جد هتنقص. واتش اوت جايز، بعد ما تخلص يا طالب تاسك 1 يا اكاديميك يا جنرال هتلاقوا حاجه اسمها تاسك 2. سؤال سريع، نوع الاسئله بتاع تاسك 2 ده، النوع ده محتاج رايك ولا لا؟ الحاجات المهمه جدا لازم تعرفها، هل تاسك 2 محتاج رايك ولا لا؟ Who can tell me guys? Who can tell me? Some businesses find that their new employees lack basic interpersonal skills. Okay. What are the causes? What are the solutions? What do you think? هل ده محتاج رايك؟ Sorry about this guys. Of course, it's very, very important. لما تعلمنا مع بعض لازم يبقى عندك حاجة اسمها إيه؟ لازم لما تعلمنا مع بعض في الكورس لازم يبقى عندك حاجة اسمها brainstorming. لازم تعمل brainstorming. ما ينفعش تكتب من قبل ما تعرف أنت هتكتب عن إيه. فأنت في الأول خالص تحدد the structure of the essay. حدد مش بس the structure. حدد ده نوع أنهي نوع essay. Does it require an opinion ولا لأ؟ بكتب الـ opinion بتاعي فين؟ واقنعه ازاي بالاوبينيون، وبعد كده اسيب سطر فاضي ما بين كل باراجراف والتاني، ولازم اكتب اقل حاجه 260 كلمه، بس 250 ما ينفعش تكتب اقل من 250. You have to watch the word count. من اهم من كل دوت اخد بالي ان في حاجه اسمها ايه زي ما اتعلمنا مع بعض، language brainstorming او language reminders. مش هينفع طول الوقت اكرر نفس الكلمات اللي انا هستخدمها في الاساي، لازم انوع الكلمات والفوكابولري، استخدم فوكابولري من نوع معين، low frequency او less frequency words and vocabulary. ممكن استخدم كلمات بجد expressions بتاعت الناس المثقفه اللي بتقرا. اشوف النوع ده هقسم ازاي، body 1 هقول ايه، body 2 هقول ايه. مثلا body 1 causes، body 2 solutions. طيب هل محتاج اعمل افكار كثيره في الباراجراف الواحد؟ لو عملت افكار كثيره هتنقص، عشان هو actually مسموح لك بفكرة maximum فكرتين في الاسي بتاعك. ما تنساش حاجة مهمة جدا، ان انت وانت بتنظم نفسك نظم الجرامر، نظم الفوكابلري. You really need to brainstorm the vocabulary that you can write. Brainstorm the grammatical structures as well. عشان كنا جايب لكم topic جي قريب في الامتحان من topics الغريبة شوية. على فكرة ده واحد من اهم المواقع برضو اللي انا عايز اوضحها لكم، هو موقع اسمه IELTS Buddy. عايزكم كده تقروا التوبيك ده معايا لو سمحتم. Percentage of overweight children in the Western society or in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Discuss the causes and effects of this disturbing trend. What do you think guys? What could be the structure of the essay? شايفين يا جماعة؟ موقع هنا عاملينها زي الطالب الشاطر اللي هو هيقسم الاسي بتاعه body 1a body 2a body 1. ففي كذا تقسيمه، الكذا تقسيمه دي تدل على ايه؟ تدل على حاجه انا دايما بعترض عليها في السوشيال ميديا، ان دايما في السوشيال ميديا بيقول لك هي طريقه واحده في الحل. للاسف لا، في حقيقه الامر ان الاكاديميك رايتنج مش كتاب منزل، ده مش كتاب مقدس. يعني انت ممكن تنوع، المهم تغطي التوبيك وتشوف محتاج رايك ولا لا، وتدي امثله قويه وصريحه.
اوكي وما ينفعش باراجراف قصير وباراجراف طويل لازم تحترم الكونسيستنسي عشان كده هو جايب لك شايفين يا جماعه هنا ايه over the last 10 years western societies have seen close to a 20% rise شايفين هنا بدل ما كلمه increase عملت كلمه rise this essay will discuss شايف هنا عامل ايه this essay will discuss ما قالش I will discuss عشان it does not require opinion. This is something very, very important. طيب قسمها ازاي؟ شايفين يا جماعة topic sentence الجملة الافتتاحية هي سر نجاحك. اهو هي دي. Topic sentence very specific, very specific. And the more you are specific in the topic sentence, the better you are and the higher score you will get. Because the topic sentence has to be specific. الموضوع له علاقة إن الأطفال وزنهم بيزيد بسبب الدايت. Okay؟ بسبب إن أنت بتاكل processed food. بسبب إن أنتوا قاعدين طول الوقت في Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's. شايفين examples. وبمناسبة الـ examples إحنا بإذن الله إن شاء الله مع بعض يمكن في الراوندز الجاية بدأنا نحضر يعني إيه كلمة real example حاول ما تقلفش example وخلاص حاول تدي example بجد واقعي ونصيحة ابعدوا عن كلمة percentage بلاش كلمة بقى 35% 40% لا ممكن تقول some many Egyptian children ال percentage دي ما تعملهاش اللي انت بجد قريتها في بحث حقيقي لو هتقلف تقلف صح بس تقلف بإقناع خلوا بالكم من الحاجات المهمة جدا جدا وهنحاخد أسئلتكم في الآخر خالص إزاي أنت بتقدر تعمل example مقنع خلوا بالكم okay. يا جماعة هنا هوت B1 بالضبط كده أدي causes B2 effects شايفين الإفكتس عاملة إزاي وإزاي بقى في diseases بقى الناس بقت overweight experiencing ومثال سريع على كده ان في اطفال كتير جدا جدا من التأثير السلبي بتاع السمنة ان الاطفال بيتعرضوا لظاهرة التنمر او مشكلة الايه البولينج from the school شايفين ان هوت الجملة الconcluding sentence ازاي ممكن الوزن دوت يأثر على الثقة بالنفس ويأثر على احترام الذات او السلف استيم ازاي عندي causes effects ازاي انا عندي conclusion قوي بص يا جماعه السكور بتاع دوت مشروح تحت خالص ازاي that's an example of a band 77.5 essay وازاي انا عندي في الاخر عندي concluding sentence مره ثانيه يا ريت الاسئله في الاخر خالص اوكي okay. sum up as you can see to sum up it's evident that there are several causes of obesity Society must ensure. طبعا أنا هعترض هنا على كلمة must. It should. Society should ensure steps are taken to prevent this problem from deteriorating further. شايفين يا جماعة عاملة زي هنا هوت. طيب من الحاجات المهمة جدا 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 نحن عندنا عشان نقرأ وعشان نعرف إزاي نعمل writing صح لازم نعمل إيه. أنت عايز تعمل writing صح لازم تقرأ sample essays اللي أنا مديها لك في الكورس. السامبل اسايز الستراكشرز بكل اسي بيتكتب ازاي وزي ما حضراتكم قلتوا في مشكله هنا مأثره شويه على السكور مخليه الطالب جايب 7 فقط وهي ان ايفن بودي يا ريت يكون البودي بتاعك قد بعضه ما ينفعش يبقى واحد كبير واحد صغير لو انت اديت 2 كوزز او اديت 1 كوز ادي 1 افكت وبرده انا معترض على كلمه فيري عشان اتس انفورمال ذس از سمثينج which is informal and this is something you should not use. خلوا بالكم من الحاجات البسيطة دي. طيب من الحاجات التانية كمان لو أنا عايز أحسن الرايتنج أتصرف إزاي يا جماعة؟ You can tell me. لو أنا عايز أحسن الرايتنج أحسنه إزاي؟ Do I have to manage my time? هل لازم أخد بالي من عنصر الوقت وأنا بكتب ولا لا؟ What do you think? لو أنا ما خدتش بالي من الوقت هيحصل إيه؟ If I don't manage my time للأسف ممكن اخسر سكور عنيف باي ذا واي هبدا بتاسك 1 ولا تاسك 2 هي مش فارقه كتير بس ما تخليش حد يجي على حساب حاجه يا ريت يا طالب تاسك 1 لو سمحت
ما تبدأش بتاسك 1 وتفرح ان هو جميل ولذيذ وتلاقي نفسك في الاخر قضيت نص ساعة فيه، وتعمل برين ستورمنج لتاسك 2 وتلاقي نفسك في الاخر مش عارف. عشان كده خلوا بالكم، مهم جدا تقرا سامبل ازي عشان عندك افكار. احنا مع بعض في الكورس ده اتعلمنا ازاي نطلع افكار بسرعة، اتعلمنا ازاي في كتاب الايدياز اخدناه من اول اسبوع عشان نتثقف في موضوعات الايدياز. ولكن في حقيقة الامر ان واحدة من اقوى الطرق ان احنا نتعلم تخيله ايه كمان، you'll be really surprised if I tell you ان واحدة من اعظم الطرق هي reading. كل ما تقرأ اكتر كل ما تتعلم اكتر ازاي تكتب. على فكرة القراءة هي اساس الكتابة زي ما الاستماع هو اساس الكلام. والحاجة المهمة جدا، سؤال بس سريع يا جماعة، احنا بإذن الله ان شاء الله في الكورس الجديد هننزل حاجة بناء على الفيدباك بتاعكم. كل يوم BBC Learning English، كل يوم مش بس BBC Learning English، هننزل فيديو ليا ودي حاجة قديمة، ولكن الجديد في الموضوع هننزل article كل يوم. يبقى أنا كل يوم هنزل BBC فيديو vocabulary وarticle، والarticle مختصرة عشان نطلع منها الideas والvocabulary كمان. مرة تانية، what do you think about this idea؟ إيه رأيكم الفكرة دي إن إحنا كل يوم ننزل على جروب الواتساب للطلبة articles من The Guardian من المواقع، ولكن نختار articles اللي علاقة بالIELTS topics. إيه هي الIELTS topics؟ ركزوا معايا: health, environment, youth crime, children, parenting, society and social problems, government and infrastructure, environment, global warming. ما تنسوش مهم جدا recycling and the trash bin and the garbage. سؤال سريع جدا: art, school, curriculum, bullying, children. سؤال سريع، فبيجي لك قطعة reading. طبعا قطع reading اللي عندنا معظمها academic، اللي أنا جبتها معاكم هي academic. سؤال سريع بس غريب جدا جدا، إن أنا عندي قطعة زي دي، لما ببص على قطعة زي دي ببص على الأسئلة ولا ببص على إيه بالظبط؟ What do you think guys? What do you think? What do you think? إيه أول حاجة بعملها لما عندي سؤال reading؟ When I do the reading، الامتحان الreading ساعة 40 سؤال، ثلاث قطع كبار أكاديميك أو ثلاثة sections general. ما تنساش هتنقل الأسئلة في نفس الوقت وانت بتقرأ، اوعى تستنى آخر 10 دقايق. خلوا بالكم، خلوا بالكم من ترتيب الأسئلة ماشي ازاي. خلي بالك لو سمحت، يلا مع بعض كده هوت. أنا عندي هنا هو لما هنزل الأسئلة، يا نهار أبيض لقيت السؤال اللي أنا بخاف منه. matching heading. What do you think about this? What do you think guys? matching headings واحدة من الأسئلة، أنواع الأسئلة الغريبة جدا واللي هي ناس كتير ما بتحبهاش. إيه هي matching headings عندنا؟ Who can tell me? Who can tell me guys? matching headings لما بلاقيه بعمل إيه؟ ها what do you think؟ هل اسيبه للاخر ولا لا؟ والله في مدرستين هنا هوت، ويمكن احنا في فيديوهات الريدنج اللي انا بعتها لحضراتكم قلنا ازاي ان في مدارس مختلفه. في ناس بتحب تقرا الاول الارتكل كله عشان يديله فكره عامه، والوقت اللي انت هتقضيه في الماتشنج هيدنجز هيوفر لك في باقي الاسئله. في ناس يقول لك لا انا ابدا بالسهل على طول. الاثنين صح، ولكن على حسب سرعتك في القرايه ماشيه ازاي. خلي بالك ان الماتشنج هيدنجز مش ماشي بالترتيب. يعني على سبيل المثال خلي بالك من الجمله دي كده: cinema is full of contradictions. السينما عندنا مليانه تناقضات. cinema is full of contradictions. It's a high tech and old fashioned at the same time. Sound generated. لازم اقرا بسرعه شويه. More than 100 years they displayed. Okay, and a keywords عندي contradictions فيها high tech وفيها old fashioned. تمام جدا جدا. اول ما اخلص القطعه فوق اعمل ايه؟ هنا بقى شطارتك، ازاي انت بتنزل تحت وتجري وتختار العنوان بسرعه جدا جدا. You can tell me ايه الحاجه اللي تدل على حصل تناقضات في عالم السينما، عالم السينما ما بين الفاشن القديمة والجديدة، ازاي التكنولوجي مع حاجات قديمة جدا. فانت لو خدت بالك وعلمت على الكيوردز
وبصيت ان هو indecision, no problems, history, no, my God, yes, this is the thing, man, I believe ان هو دي الإجابة. ليه؟ عشان كلمة contrast موجودة هي هيها زي contradiction. تطلع تاني بسرعة تقرأ أول سطر وبسرعة جدا تجري. Now that we are in the second century of the cinema, there are moves towards. في كذا طريقة للإجابة, لإما تقرأ كله, بس خلي بالك ما ينفعش تبدأ بسؤال الماتشنج وتروح تدور عليه, لا, بالعكس, انت لازم تبدأ بالقطعة, خلص باراجراف وروح دور على العنوان وباراجراف. ده في ناس بتعمل annotation أو عناوين جانبية وتكتب عنوان الباراجراف في الجنب عشان يفرق معاهم. تعالوا مع بعض كده نشوف. There are in the second century of the cinema, there are moves to bring, moves. This will revolutionize. لازم تفهم الكلام. عشان كده يا جماعة أنا بعت لكم ملزمة vocabulary for the reading. The reading vocabulary مهم جدا. This will involve revolutionizing. Supporters say that this will make savings. Okay, the aim is not to produce and prepare films, but to it. من واضح انه بيتكلم عن حاجة للمستقبل او بيفكر لحاجة بعد كده هو. Okay, في تغييرات. Bring update things up to date. مع بعض كده نشوف اي حاجة تدل ان في تغييرات. Indecision, لا. Current problems, لا. What could it be? History of the cinema? No way, لا. Integrating events? No. Unexpected advantage? No. True to life? No. What could it be? Actually, it is. Wow, thank you very much. I think this is the one, the plan for the future, because of the word moving towards اللي بيحصل. شايفين؟ لازم اقرأ بسرعة واتدرب على القراية السريعة. بص كده مع بعض كده تاني. With such a what? With such a major technological revolution in the horizon, it seems strange the industry is still not sure what to call itself. رغم ان في revolution بس مش عارفين نسمي الصناعة دي ايه. This may be بسرعة بسرعة e-cinema, electronic, digital cinema refers to the physical capture of the images. يبقى هي المشكلة عندي في أول topic sentence ان مع التغيرات اللي بتحصل it seems strange that the industry is not sure about itself. What to call itself. تعالوا مع بعض كده. يبقى أنا في مشكلة مش عارف أسمي الصناعة الجديدة دي إيه مع التغييرات الجديدة والقديم. فالدنيا بقت ملخبطة في عالم السينما. What could it be? What could it be? What do you think, guys? Who can help me? Can you go through وانت بسرعة اعمل إيه على طول؟ خلي بالكم إن في حركة. طبعا هو الإجابة هنا هو تحكون ديت indecision about the name. ولكن في حاجة غريبة جدا, في طلبة بيعملوا برضو مدرسة تانية جميلة جدا. ابدأ بالباراجرافات القصيرة وشوف عناوينها واشطب عشان تقلل عدد الهيدنجز اللي قدامك. كل دي مدارس مختلفة. الريدنج بيعتمد على قدراتك في القراية اللي انت لازم تزودها من اول يوم معانا في الكورس. خلي بالك بعد كده هوت. بص يا جماعة الحتة دي بجد صعبة. الجاية دي بقى صعبة بجد. خلي بالك. And what about the effects of the new medium? The main selling point of digital cinema is high resolution. Those who support the old-fashioned the quality of warmth and the video and the technology مؤثر على الروح. على فكرة انت ممكن جوه نفسك تترجم وتقول لنفسك كده القطعة بتتكلم على ان resolution. في ناس بتعمل عناوين بالعربي في الجنب. اعمل اللي انت عايزه, المهم تساعد نفسك بعناوين او علامات. اوكي التكنولوجي خلت الصورة اوضح, ولكن دي اثرت على ايه؟ ان الصور بقت too good. اي حاجة too positive ولا negative يا جماعة؟ too good. anything too معناها حاجة positive or negative. what do you think guys? ها huh? too. اي حاجة too means what? negative. thank you very much. فهنا بص مكتوب هنا ايه؟ uncomfortably real. هي حاجة غريبة جدا ان الصورة من قطر ما هي بقت high definition بقت واقعية بشكل مش مريح. عشان كده في ناس لسه حتى الان بيرتاحوا للابيض والاسود القديم عشان الصور دلوقتي بقت هاي ديفينيشن بالزياده. اوكي شوف انا بشرح لنفسي كده جوه نفسي بوضح نفس الكلام. اوكي اتس تو جود فاينل ايمج ذا شاربنس. الصوره بقت واضحه بالزياده. ادي كده كي ووردز, ادي هنا اهو هعمل هايلايت زي الكمبيوتر بيست. يا رب كده انزل. current problems لا لا دي خلاص انا قريتها. history of the cinema no. Integrating events, unexpected advantage, or what could it be? What could it be, guys, here? What could be the answer? What could it be an answer?
هل دي advantage؟ لا هم مش شايفينها advantage اصلا. What could be the answer here? Guys, are you following up with me or not? Thank you very much indeed. The picture is too true to life. Yes. Thank you very much. It's true to life, too true. Okay, نقدر نرجع تاني. Even the money saving. بدأنا نتكلم على الموضوع الفلوس وإن إحنا money saving aspect of e-cinema is doubted. Da-da-da-da. One expert says, حلوة الحتة دي على فكرة. Why not ما خدش التعبير ده في الرايتنج عندي. Why not وانا بكتب في الرايتنج في اكزامبل اقول بعض الخبراء بيزعموا او يزعموا انه some experts claim that. You see, ممكن اخد من الريدنج للرايتنج. Okay. That the existing cinemas will have to show that all rapidly furnish them with equipment. Is cinema seen as a way of saving money because print costs a lot? Okay. Okay. الموضوع كله هنا بيتكلم عن الفلوس. زي قدرت توفر فلوس كتير جدا جدا جدا. وهل ده هيفيدهم ولا لا؟ Okay. جميل جدا. موضوع هنا مادي شوية. أنا هنا financial. ايه الحاجه اللي عنوان اللي كان financial هنا certain اهو it's number 3 ازاي انا لازم اقرا بسرعه انا لازم اعود نفسي على القراءه السريعه and this is something very important بعود نفسي ازاي ان انا استمر في القرايه كل على فكره في حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه يا ريت النهارده تفكروني قبل ما اقفل جروب الواتساب اللي احنا عاملينه بقالنا شهرين بنناقش فيه ابعت لكم موقع عبقري بيشرح لك كل كتاب كامبريدج والحل ازاي وتحل ليه والاجابه جت ازاي موقع عبقري جدا جدا مخصص للريدنج بس خاصه كتب كامبريدج مع بعض نوت نبص على الحته الجايه ديت ونبص على اخر باراجراف ميكروفون عنوانه ايه The view has prompted some pro digital entrepreneurs معناها اللي هم مستثمرين الصغيرين take a slightly different approach HD high definition TEMS looking at reinventing existing cinemas, okay, musicals, sporting events. من واضح ان السينما حيبدا يدخل فيها حاجات تانية. It is not just the different from the last stream, okay. من الواضح ان السينما بقت اخذ approach مختلف. Approach معناها طريقة مختلفة في التفكير. This is something really important. Feel high definition, but تستخدم السينما ماركت marketing towards a theater. حبدا افكر في sorry about this guys, sorry. I'm sorry. Okay. Yes, are you with me guys? Are you with me? Are you following up? اهو ابدأ ندخل السينما ماركت. Okay, moving towards a theater, digital video projection sports events okay بالواضح ان السينما هتدخل حاجات جديده فيها ماشي حلو قوي يكون ايه هيستوري لا رغم ما جابش سيره الهيستوري خالص اشطبها دي خلاص وده اوريدي اتحل current problems with distribution no advantage ما قالش advantage هو قال حاجه واحده بس قال ان احنا ممكن ندخل السبورتس ندخل e-theater. So I think that could be integrating other events into the cinema. By the way, I just want to tell you something very important. هو حضرتك لما بتعلم على الكيورد في الريدنج أو I'm sorry في السؤال لما تطلع للقطعة فوق هل أنت متخيل أنت هتلاقي نفس الفوكابلري اللي موجود في السؤال ولا هتلاقي synonyms? What do you think guys? هتلاقي synonyms ولا لا? What do you think? Who can tell me? Once again, أنا علمت على الكيورد في السؤال. If I underline a keyword in the question and I go up to the passage, هل أنا هلاقي الكلمة زي ما هي موجودة في الباسج ولا لا؟ ولا هلاقيها بشكل synonyms? What do you think, guys? Can you help me? Of course, you'll find the synonym. Thank you very much. خلوا بالكم. وحضرتك طالع بتعلم على الكيورد في السؤال وطالع على القطعة فوق عشان تدور على الإجابة هتلاقي تفضلوا هتكتشف ان امتحان الريدنج الاخر يختبر حاجات كتيره جدا يختبرك قدرتك على القرايه السريعه سكيمنج وان انت عند مناطق معينه بتهدي القرايه وتعمل سكاننج او قراءه متانيه
هتكتشف ان امتحان الريدنج مشكلته الحقيقيه في التايم مانجمنت. عشان كده لازم كل واحد فيكم يتدرب في البيت على 3 قطع في ساعه ويحاول ينقل الاجابات في ورقه خارجيه، مش بس يقعد يفرح انه بيكتب الاجابات في ورقه السؤال، عشان تتعود على سيميوليشن حقيقي. وزي ما قلت لكم في المحاضره الاخيره لينا، مهم جدا تعمل سيميوليشن في بيتك وانت قاعد لوحدك. هتلاقي ان امتحان الريدنج بيختبر حاجه مهمه جدا اسمها كريتيكال ريدنج. يعني كريتيكال ريدنج؟ القراءه المتانيه، خاصه في السؤال الشهير true false not given. true identical، false opposite. not given معناها extra information or missing information. can figure something. لو جالك السؤال ده، لو جالك كلام كتب لك في الانستراكشنز اكتب true false not given، هتكتب true false not given. لو جالك yes no not given، اوعى تلخبط yes no بtrue false. يعني لو كتب لك في التعليمات او الانستراكشنز استخدم كلمه yes no not given، اوعى انت تتلخبط وتكتب true false. ده خطا شائع. في ناس عندهم فاكرين ان true false و yes no هما اتنين زي بعض، هو ككونسبت زي بعض، ولكن انت لازم تمشي على الانستراكشنز. جالك yes no يبقى تكتب الاجابه yes no، جالك true false true false. اكتر حاجه بتوقع ايه في الريدنج؟ ان احنا الفوكابلري بتاعنا مش قوي. على سبيل المثال بصوا، انا بلاقي السؤال بعمل ايه في السؤال؟ ها what do I do when I find a question؟ underline the keyword. طب انا عملت underlining للكيورد، رحت للباسج، هل هلاقي الكلمه زي ما هي زي ما علمتها لقيتها في القطعه؟ no way. امال ايه هتلاقي؟ هتلاقي الكلمه في شكل سينونيم. يعني ايه سينونيم؟ what does it mean synonyms؟ synonym means what؟ على سبيل المثال انا لسه كنت بحل القطعه reading، لقيت في السؤال كلمه ايه؟ stable. رحت للباسج لقيتها كلمه stagnant. you know the word stagnant؟ stagnant معناه ايه؟ ساكت وثابت. وانت بتعلم على الكلمه في السؤال ورايح تدور على الاجابه في الباسج، ساعات هتلاقي الكلمه مش سينونيم، هتلاقيها definition. يعني ايه الكلام ده؟ على سبيل المثال يقول لك احسن وقت توقف فيه شرب النسكافيه في الكويستشن امتى؟ ايه احسن حاجه؟ تلاقي في الكويستشن مكتوب late afternoon، في الباسج حلو ايه؟ 4 p.m. 4 o'clock. ممكن تلاقي يقول لك ان العصر الحديث المدن بتعاني من حاجه اسمها، في الكويستشن مكتوب congestion، زحمه. تروح الباسج تلاقي definition streets are overcrowded with what؟ with cars and vehicles. انت في بعض الاحيان بص على السؤال في الريدنج وتعلم على الكي وورد، تطلع فوق تلاقي الكلمه مكتوبه زي ما هي بس متغير فيها الوورد فورم او البارت اوف سبيتش. يعني على سبيل المثال، يعني ايه تشينج ان ذا بارت اوف سبيتش؟ يعني على سبيل المثال الكويستشن مكتوب كلمه واتس ذا بيست ثيرابي. معذره معظم الفوكابلري بدي لكم اكزامبلز اكاديميك عشان انا على طول بدخل اكاديميك ايلتس. هل ينفع طالب الجنرال يحل اكاديميك؟ ينفع، عشان هو يحل مستوى اعلى واصعب فالجنرال يبقى اسهل، بس ده ما يمنعش ان هو لازم يحل جنرال برضه. طيب اري ثيرابي، لما رحت للقطعه لقيت مكتوب ايه؟ the best thera what yetic method is. طيب مجمل الكلام، الطريقه اللي انت بتلاقي بيها السؤال مكتوب الحل فوق في الريدنج بيعلمك في ايه وانت بتعمل ايه؟ هيفيدك في انهي سكيل؟ انهي سكيل مطلوب منك ان انت تنوع الفوكابلري من غير ما تحفظ فوكابلري كتير؟ ده هيفيدك في الرايتنج. يعني على سبيل المثال جالك موضوع عن الاديوكيشن، ف
فانت ممكن تعمل definition تكتب the process of learning and teaching. لو جالك موضوع عن education ممكن تغير شكل الكلمة من اسم لصفة وتقول educational process. شايفين؟ ممكن أعمل حاجة تانية، ممكن أشوف synonyms وأقول different pedagogies synonym. التكنيكس المختلفة اللي أنا تعلمتها في vocabulary في حقيقة الأمر أنا أخذها من قطع الريدنج. مرة تانية يا جماعة خلوا بالكم، مطلوب منك قبل ما تفكر تاخد الامتحان لازم تكون حالل في البيت على الأقل قبل الامتحان بأسبوعين، عامل لك امتحانين سيميوليشن في البيت زي ما احنا قلنا لكم في المحاضرة اللي قبل كده، وكون مخلص الماتيريال بتاع الكورس وازاي انت مذاكر الكتاب الايديز التوبكس المهمة في الرايتنج الموضوعات المتوقعة في السبيكينج، مذاكر كورس الجرامر اند فوكابلري مع دكتورة أسماء أو دكتورة مي، أو أنت مذاكر جزء الجرامر في الكورس معايا، مذاكر أخطائك، والأهم من كده شغال على النطق بتاعك والبرنانسيشن، شغال على الليسننج. خلوا بالكم الليسننج والريدنج بياخدوا وقت عشان دي مهارات معتمدة على التركيز، وللأسف احنا ساعات مش بنركز مع بعضنا بالعربي أما بالك بلغة تانية. Actually it's really important to get used to the British accent وتتعود على البريتش اكسنت عشان الليسننج، وتشتغل على الفوكابلري بتاعك في الريدنج، وتذاكر انواع الكويستشنز المختلفه. مره تانية، السر في نجاح الايلتس هو ادراكك لاخطائك وتشتغل عليها كويس. ودايما تفتكروا حاجه واحده يا جماعه، بالرغم من انتهاء الكورس مسك الختام اقول لكم، في اي وقت حضرتك تحجز الكورس حصريا للطلبه بتوعي قبل امتحانك باسبوع ابعت لي تاسك 2 رايتنج، ابص على مستواك وصل لفين. حتى لو هتاخد الامتحان بعد سنه من دلوقتي انا معاكم اخوكم ان شاء الله باذن الله هنفضل على تواصل. ولو في اي وقت دخلت الامتحان بعد شهر شهرين ثلاث شهور ابعت لي اساي تاسك 2 على الواتساب عندي وابعت لي وقول لي ايه رايك يا دكتور محمد، قول لي مستواي فين دلوقتي. ولو سمحتم هدوء الأعصاب، النوم كويس، ولو احتجت أي حاجة كلنا كفريق موجودين. ونصيحة لوجه الله في الآخر، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. رزقك مكتوب لك، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. خلوا بالكم، خلوا بالكم على نفسكم، خلي بالك ان قرار الهجرة والسفر ده مش قرارك لوحدك، انت وراك اسرة اطفال وراك مستقبلك. فنصيحتي ليك اتعلم الايلتس عشان اللغة. وحاجة تانية كمان عايز اقولها لكم، الفترة القادمة باذن الله ان شاء الله انا يمكن هقلل عدد الكورسات بتاعتي عشان الصحة العامة مش قوي، فادعولي دايما. والأهم من كل ده إن إحنا هنشتغل على كورس جديد اسمه الـ PTE. الـ PTE عشان هجرة أستراليا، ومش هوصيكم، ولادكم دايماً أمانة بين إيديكم، سمعوهم لغة كتير، سمعوهم عربي كتير، وسمعوهم إنجليش كتير. لو سافرت برة نصيحتي ليك ولادك يسمعوا الإنجليش بتاع برة، يرجعوا البيت يلاقوا عربي. لو اتكلمت الانجليش بتاعك قدامهم وهم بيسمعوا بره هيتلخبطوا، هيقولوا هو النطق الصح فين. فبره يسمعوا الانجليش وفي البيت يسمعوا عربي. واحرص على حاجه واحده، حافظ على ثقافتك. وهطلبكم طلب من الان، تعقد النيه ان انت مسافر عشان حاجه افضل، مستقبلك، اسرتك، عشان تبقى وجهة مشرفة لبلدك. آخر حاجة خالص عايز أقولها لكم، لما تسافر خلي بالك من الاختلافات الثقافية اللي أنا شرحتها لكم في كورس الآيلتس. بلاش مبالغة كتير، بلاش value to، لما تقول كلمة تقول maybe you know I'm not quite sure yeah perhaps، خليك متواضع في كلامك، ما تقولش this will lead to. عشان كده هوت في كورس الفولو اب، واحنا بنتكلم كورس الفولو اب دوت اللي هو بعد الكورس بتاعي
بناخد 3 أسابيع وممنوع حد يدخل فيه إلا فقط الطلبة اللي أخدوا معايا. كورس الفولو اب ده أنا عامل سيشن إزاي أنت توصل نفسك لباند 8 باستخدام لغة أقل مبالغة، وإزاي تستخدم كلمات زي most probably, this may lead to، خاصة لو جالك سؤال discuss both views. الفيو اللي أنت معاه قول will، لكن اللي أنت ضده تقول however other people claim that this may، فأنت بتضعف من حجة الناس اللي ضدك باستخدام كلمات من المودال verbs. الراوند القادم بإذن الله إن شاء الله عدد ساعات هيزيد، مزيد من التدريب. ادعونا دايما وإحنا معاكم. بليز في أي وقت هتدخل الامتحان مش طالب منك إلا حاجتين: voice note لنفسك speaking و task 2 writing، عشان أطمن عليكم. ودايما حضراتكم أعرفوا محمد خليل أخوكم، بس وانت عارفين يعني أخوة، الأخوة في الله أعظم حاجة. أشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي من حقك تبعتها لأي حد. شكرا جزيلا.